يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. الاخصائيه دلال ابو حمدي حياك الله معنا. الله يحييك، يعطيك العافيه، اشكركم على الاستضافه، واليوم ان شاء الله راح يكون موضوعنا قوي. اكيد ان شاء الله. تكلمنا يمكن في حلقات سابقه عن الكثير من المواضيع الهامه الخاصه في الاطفال وايضا كبار السن، لكن اليوم نبي نتكلم عن فئه الشباب المراهقين. ممكن نعطي بعض المعلومات ايضا حتى عن الاطفال او حتى فئه كبار السن. لما نتكلم عن موضوع المكملات الغذائيه، المكملات الغذائيه الحين صارت نوعا ما موضه، وبعض الناس يقولون لا هي حاجه مستمره، حتى لو انا مثلا اسوي فحص وما يكون عندي اي نقص يجب علي اني انا اخذ مكملات غذائيه. الكثير من الاراء حول هذه المكملات الغذائيه، ابي رايك دلال من خلال نصائح توعوية توصلينها حق السادة المشاهدين عن المكملات الغذائية. أول شيء اللي بياخذ مكمل غذائي لازم يعرف ليش هو يبي ياخذه. صحيح. هل هو فعلاً محتاجه ولا لا؟ يعني عمل التحاليل سوى، في ناس مثلاً ممكن يتجهون حق فيتامينات أو معادن من غير تحليل. صحيح. وهذا الشيء ممكن يسبب حق، ممكن يوصل حق تسمم، ممكن يتحول حق أمراض. فأنا لازم أخذ فقط عند الحاجة. يعني على سبيل المثال، في أنواع من الفيتامينات إحنا نسميها المذابة بالماء، هذا الجسم يقدر يتخلص منها. صحيح. بس في أنواع من الفيتامينات الجسم ما يتخلص منها، تتخزن بالجسم، فهذه ممكن تتحول حق سموم داخل الجسم، نفس فيتامين A D E K، هذول كلهم الجسم صعب يتخلص منهم. ممتاز. فلازم الواحد يدير باله ولازم يتوجه حق مختص، هذه بالنسبة حق الفيتامينات والمعادن. بس أنت بما أنك ذكرت فئة الشباب، فأكيد وايد منهم قاعد يتجهون حق مكملات على سبيل المثال رياضية أو غيرها. صحيح. إيه. إنزين، بالنسبة حق الرياضيين اللي مثلاً مقبلين على منافسات معينة، هل تنصحين أنهم يأخذون مثلاً بعض المكملات الغذائية أساس يزيد عندهم من المستوى مثلاً أثناء المنافسات؟ طبعاً في أنواع ممكن أكيد تساعدهم، شخص عنده بطولة ولا غيره ما يمنع أنه هو يأخذ، بس إذا كان مجرد شخص رياضي عادي قاعد يمارس هواية ما له داعي. يعني إذا هو كان مغطي احتياجه من الأكل، مغطي العناصر الغذائية، يأكل أنواع كثيرة من الخضروات، خلينا نقول مثلاً كمية البروتين اللي هو يأخذها مغطيها، هني هو ما يحتاج يأخذ مكمل. ممكن بعضهم مثلا ياخذون كافيين، مكملات الكافيين، او ممكن مثلا ياخذ له قهوه قبل لا يلعب، هذه ممكن انه تعطيه طاقه قبل اللعب. طبعا مكملات البروتين عادي ممكن انه هم ياخذونها اذا كانوا مو مغطين احتياجهم، او اذا كان مثلا يحتاج كميه كبيره من البروتين وعنده مثلا بطوله. طبعا في انواع كثيره من انواع البروتين. صحيح. المفروض هو يعرف ويحسب او يتجه حق مختص يحسب له كميه البروتين اللي هو ياخذها. ممتاز. يعني معناه هالكلام انه في طريقه حسابيه، مو اني انا مثلا سويت فحص معين او انا عندي بطوله معينه ابي بناء عضلي ابي بروتين عالي اقوم اخذ كميات وبس، لان هذا الشيء ممكن يسبب له اضرار. ممكن اكيد طبعا، او انه ممكن هو قاعد يعني يصرف على مكملات ما لها داعي ومو قاعد يستفيد منها. فبالنهايه لازم هو يعرف الهدف، هو ليش قاعد ياخذ هذا المكمل، وهل فعلا عليه دراسات ولا لا، هذه نقطه جدا مهمه. طبعا ايضا بالنسبه حق الاستشفاء العضلي، يعني في شغلات ممكن انها تساعد، يعني مثلا نقص فيتامين د ممكن يقلل، فيتامين A ممكن يساعد، فيتامين C، هذه الشغلات ممكن احنا ناخذها. في ايضا مكملات ثانيه ممكن الواحد ياخذها ولكن لاسباب معينه، مثلا على سبيل المثال الشد العضلي وغيره، هذه كلها ما يمنع ان احنا ناخذها. صحيح. طبعا مهم جدا شرب كميات كافيه من الماء علشان المناعه، علشان الصحه، عشان العضلات، و بالنهايه هو رياضي فيحتاج حق كميه كافيه من الماء. اكيد، لانه هو اساسا يفقد الكثير من السوائل من خلال النشاط البدني اللي هو يمارسه، فيجب عليه التعويض من خلال كميه كبيره من السوائل. عندي الكثير من الاسئله لكن ان شاء الله بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث شيق مع الاخصائيه دلال ابو حمدي.
يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل الأخصائية دلال أبو حمدي. كنا قاعد نتكلم عن الكثير من النقاط الهامة حول المكملات الغذائية، لكن الحين لو نتكلم كنصائح توعوية نقدمها لكافة الناس وبالخصوص الرياضيين اللي يحتاجون مثلا استشفاء معين، شنو النصائح اللي ممكن نعطيها حقهم على أساس هم يوصلون حق المستوى الصحي اللي هم يحتاجونه؟ أول شيء إحنا آخر شيء مساع ذكرنا الماء. صحيح. في نقطة أيضاً جداً جداً مهمة، النوم الكافي. يعني لازم ياخذ راحته بالنوم، ينام ساعات معينة مو أقل مثلاً من 7-8 ساعات. صحيح. خلال الليل عشان يساعده بالاستشفاء بعد ما هو لعب. ممتاز. إنزين قلنا الحين مثلاً شرب الماء والنوم، شنو في عناصر أخرى المفروض إنه هو يحافظ عليها وما تنزل لأنها ممكن تأثر عليه سلبياً إذا هي نزلت عنده؟ طبعا الاملاح، يعني اللاعبين اللي مثلا وايد يلعبون مثلا بالشمس او مثلا لعبات طويله الماراثون مثلا، بالضبط المده الطويله، هني احنا نقول ممكن انه ياخذون الشراب اللي يحتوي على الاملاح. نعم. يعني هذا عشان يعدل لهم الاملاح وعشان ما يرقدون كميات منها. طبعا غير كذي في ايضا الطاقه، يعني شغلات مثلا انرجي بولز او مثلا مشروبات الطاقه، هذه ايضا ممكن تساعد، ولكن يعني لازم احنا نعرف شنو الهدف وليش ومتى. يعني احيانا مثلا انا مو مضطره اني اخذ مكمل، يمكن انا عادي العب رياضه عاديه فاحتاج اني مثلا اخذ لي 3 تمرات على سبيل المثال. صحيح. تعوضني. بالضبط تعوض، او مثلا موز، اي نوع من انواع الفواكه، او مثلا عصير، فهذا راح يعطيني طاقه سريعه يعني انرجي. في لا اللي مثلا يحتاجون الجل مثلا. صحيح. لاعبين الماراثونات وغيره، فانا لازم اعرف ليش وهل فعلا راح يفيدني ولا لا، ولا اقدر اخذه من الاكل الطبيعي. ممتاز. النقطه وايد مهمه، وانا عندي ملاحظه لاستفسر من حضرتك. يعني انا اشوف بعض اللاعبين العالميين في لعبة التنس مثلا، نشوف ان بين الاشواط خصوصا لما تصير المباراة مثلا جدا طويلة نشوفه يشرب بعض المشروبات اللي مثلا تعويضية للسوائل اللي يفقدها، وايضا ياكل قطعة موز وشوية شوكولات. ايش معنى يعني ياخذ قطعة موز وشوكولات؟ ما اشوفهم ياخذون مثلا جل معين، ليش مثلا ياخذون موز وشوكولات؟ لان الموز يحتوي على ايضا املاح، فهذه الاملاح ايضا تساعدت، يحتوي الموز على البوتاسيوم، كميات كافية. صحيح. مغنيسيوم، السكر، يعني كمية السكر، فهو يجمع بين كل هذول. صحيح. وأنا يعني بالنسبة لي أفضل الأكل الطبيعي عن المكملات لسبب أن امتصاص الجسم. صحيح. للأكل الطبيعي وايد أفضل من المكملات الغذائية. ممتاز. الأخصائية دلال أبو حمدي أنا أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.